بعد العودة من فاصل أعزائي المشاهدين، والنهاردة هعمل لكم حاجة جميلة قوي، أكلة جميلة قوي بتحبوها كلكم، الكشري المصري. ازيك يا بنورة؟ ازيك يا دودو؟ عاملة ايه؟ عامله ايه؟ أخبارك ايه؟ اخبار ايه؟ تعالي تعلمي بقى معايا، انا تعالي معايا كده جنبي، تعالي قربي مني عشان تتعلمي الكشري. اقرب منك. ايه ده، انا قهرانه قهرانه قهرانه، ايه مالك؟ فلوس طلعني يا دودو، فلوس طلعني. لا إله إلا الله. اتفرج على حلقة الطلاق وشكلها عجبته خالص، لا والله، روحوا بقت في مراحل من الكورونا يا دودو. لا حول الله يا رب. اول حاجه هنجيب الزيت عشان نحمر. بصي ركزي معايا، انا سبت له البيت وجيت لك اهو، سبت له البيت ونزلت لك النهارده يا دودو. معلش معلش يا بنوره. افتحي نفسي بقى باكله كويسه عشان اقعد بوابله بطني. بتاع مش راضي يتفتح. بتاع ايه ده؟ الزيت. يا ده الزيت وصلينه شبه فانوس. طب خلاص اتفتح اهو. بصي هنحمر ايه؟ هنحمر البصل، ايه نحمره بصل مقطع عشان التقليه. ايوه مكرونه، طبعا مكرونه دي عباره عن ايه بقى؟ مكرونه سباكيتي مع مكرونه مقصوصه، وعندكم عدس ورز على بعض. وعشان بقى العدس ياخد سوى الرز، لازم تنقع العدس قبلها بيوم في ميه، بعد كده تروح حط الرز عليه، هيستووا مع بعض. ده هيبقى كشري سريع جدا وجميل. الصلصه عباره عن خل وثوم، وممكن تحطي بهارات الصلصه اللي هي بتاعت الكشري، هي عباره عن ممكن تحط عليها قرنفل، تحط بهارات الصلصه مثلا، البهارات العاديه اللي انتوا بتحطوها، كمون ملح فلفل، دي كله بيتحط على الصلصه بتاعت الكشري. انا بقى ميزتي ان انا بحب اعمل ايه، بزود العدس قوي مع الرز، يعني مش زي مثلا المطاعم اللي هم يروحوا عاملين لك مكرونه ورز بس والعدس قليل، لا انا بحب ازود العدس عشان العدس فيه قيمه غذائيه، ده يبقى صحي جدا وبيزود مناعه الجسم. فانا بحب ايه، انت عارفه ازوده، بالذات ان احنا دلوقتي في ازمه كورونا، ده كده يبقى اكل صحي. بقول لك ايه يا دودو، التوم، انت عارفه ان الكشري ده اشهر اكله مصريه، كل العالم كله بيتكلم عن الكشري المصري. طبعا الناس كلها بتحبه، سواء فقير او غني او اي حد، وبيجوا من بره من اوروبا ياكلوا الكشري المصري. اي حد بيجي يزورها يقول لك ما عندكش كشري، ما عندكش كشري. احنا دلوقتي هنحط، بص بقى، بصي يا بنوره، هنحط ايه، هنحط العدس والرز على الميه المغليه. بس انت ما شاء الله ما شاء الله عليكي بقيت تحبي الطبخ قوي يا دودو. انا هوايتي الطبخ على فكره يا جماعه، وانا مدربه تنميه بشريه، بس بحب الطبخ قوي قوي قوي، والاكل الصحي دلوقتي. وكمان انا عامله مبادره دلوقتي، امراه من كوكب اخر، عاملين مبادره ان احنا هنعمل مطبخ داليا، ده هيبقى دليفري. دليفري ليه بقى؟ عشان ازمه كورونا اللي احنا شايفينها، فاحنا هنحاول نعمل بقدر الامكان اكل صحي واكل يزود مناعه الجسم. ظغطي جوزك عشان ما تطلقيش، هنعمل الشعار بتاعنا الايام دي في عصر كورونا. ظغطي جوزك عشان ما، لا اكلي جوزك اكل صحي عشان مش يجيله كورونا. ما فيهاش مشكله، زي بعض، كله قريب من بعض يا دود. المهم انا بتشوفي، استني بقى بحكي لك، عايزه احكي لك قصه حصلت فظيعه. احكي لي احكي لي. انا كنت في البنك من يومين. المهم في البنك ممنوع اي حد يخش الا بالكمامه. طبعا. الاقي ايه، واحده نسيت الكمامه، لان طبعا الناس مش متعوده تلبس الكمامه يعني. فعايزه تخش ضروري عشان تسحب فلوس، ولا مش عارفه عشان عندها مشكله كبيره في البنك لازم تخش. راح واحد طالع من البنك لابس الكمامه، قال لها يا ستي طب هتخش يا ستي، ما تزعليش، خدي الكمامه بتاعتي. راجل شهم. راجل شهم جدا. خدي الكمامه بتاعتي البسيها. ابن بلد، ابن بلد وجدع، وجيب المرض. البسيها وادخلي 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 اعملي اللي انت عايزاه. هو الشعب المصري وصل لهذه المرحله؟ هو الوعي عندكم وصل لكده؟ اللي يبدل الكمامات، قول لي القصه بتاعت الميكروباص، كان في قصه. كله عند العرب صابون. انت شفتي قصه في الميكروباص كمان؟ ايوه يا اختي، انا كنت نازله راكبه الميكروباص وماشيه، والسواق عشان خايف من العسكري وامين الشرطه في الموقف يعمل ايه عشان يجيب الزباين؟ يعمل ايه؟ جاب ايه؟ حط الملح والفلفل والكمون وحطه على الطابلو، وراح مدي كل واحد كمامته. قال ايه بعد ما ينزل، يقول له هات الكمامه، يقول له ليه انت مش مديها لي كده، يقول له لا عشان اللي يركب بعدك. يا نهار اسود ومنيل، يا نهار اسود، يا نهار اسود ومنيل، يا نهار اسود يا حبيبي، ده هيجننونا السواقين. الميكروباص بيلم الكمامات من الناس وبيوزع الكمامات على الناس، ده انتوا اللي نشرتوا الكورونا، وانتوا اللي نشرتوا الوباء، والحالات زادت بسببكم، بسبب ثقافتكم، بسبب التخلف اللي احنا فيه. مفيش وعي عالي. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ولا اسمع، اولاد الشوارع يروحوا جايبين كمامات غاسلينها ويروحوا بايعينها للناس، ايه الهبل ده؟ وشفت البنات ويقول لك خليك في البيت، خليك في البيت عشان تحمي نفسك، خليك في البيت. ايه ما انت بتخرب الدنيا اكتر من البيت، ايه القرف ده؟
والبنات اللي بتجيب لك الكمامات بالوان اللبس بالوان الطيف، كل واحده تلبس الحبره تديها لاختها تاني يوم الزرقاء. للاشتراك في مسابقه المواهب التواصل على الواتس الموجود على الشاشه. برنامج امراه من كوكب اخر عامل مسابقه للمواهب، اي حد عنده موهبه في الطبخ، موهبه في الغنى، في الشعر، في التمثيل، يتواصل معانا على الواتس الموجود على الشاشه. ويا ريت برضو الكنترول يحط لي ارقام لتواصل الجمهور معانا على الشيء على في برنامج المطبخ. وشفت البنات بتعمل ايه بقى يا دوتو في اللبس؟ اه تجيب لك بقى الوان الطيف، احمر واخضر واصفر وازرق، وكل ما تلبس طرحه ولطاق تلبس كمامه يا سيدي. ماشي البس كمامه شكل اللبس مش مشكله، وتديها لاختها بعد كده تاني يوم ينقلوها من بعض. مفيش مشكله اما تلبسي كمامه لون اللبس، بس المهم لا مش يشحطوها لبعض. لا ماشي يدوها لبعض، ما دي المصيبه السوداء. لا يدوها لبعض. لا ايوه لازم نعمل وعي، لازم في الحلقه نوعي الناس اللي بيحصل ده غلط. والصراحه الحكومه تعبت معاكم والدوله تعبت وانا كمان تعبت وكلنا تعبنا والاعلام تعب. الاعلام طب انا انت ما شفتيش الحلقه اللي ومفيش فايده برضو ومفيش فايده برضو. المذيعات الشعب برضو عنده ثقافه كده وعنده حاجه كده غريبه. هو ده شعب طيب ولا شعب ايه ولا بيستهبل ولا ايه؟ انا مش فاهمه. شعب ابن بلد. ابن بلد خليك في الاكل بس. طب صغير كله عمال يزغط في وقت الكورونا وبس. طيب لا احنا بنتكلم يعني مش كل الناس، في ناس كويسه جدا 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 وعندهم وعي عالي جدا جدا. انا مش بتكلم، انا بتكلم على تصرفات بعض الناس في الشعب، بعض الناس في الشعب الوعي تصرفات غلط مش صح، لازم نصححها. لكن في ناس كتير كويسه جدا وفي ناس ماشيه صح. طبعا مع احترامي كل الناس. معانا سميه من القنا. ازيك يا سميه؟ ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله. من بكره الشاشه على منورانا يا سمية. ربنا يخليك. كل سنة وانت طيبة. وانت طيبة. نورتينا. هتعملي الكشري النهاردة بقى؟ عبارة عن عدس ورز، وممكن تحطي شعرية في الأول لو عايزة تحطي مع العدس والرز شعرية، بس أنا بحب أحط العدس أكتر من الرز عشان يبقى صحي شوية. أنا بحب برنامجك جدا. ربنا يخليكي، ربنا يخليكي. متجوزة يا سمية؟ اهري عدس اهري عدس اهري عدس. اهتمي بالعدس دلوقتي في البيت للولاد. العدس مهم، وعلى فكره الكشري من الاكلات الصحيه كمان، لان هو ولا فيه زيوت كتير ولا هو كله مسلوق، بتسلق كل حاجه حتى الحمص برضه من الحاجات اللي بتعلي مناعه الجسم. لا والمشروبات برضه يعني ما ننساش المشروبات الدافيه، ينسون جنزبيل ليمون نعناع، الحاجات الحلوه المفيده في الوقت ده لازم نهتم بيها شويه برضه. طبعا اكيد ما نسكتش يعني على كده الاكل وبس. لا طبعا. لا وفي بعض الادويه كمان. البصل بقى المانية. استني بقى يا بنوره اما اقول لكم البصل. البصل عشان يطلع مقرمش بتاع الكشري زي بتاع المطاعم كده، بتحطي عليه شويه خل او تحطي عليه شويه دقيق. البصل المتحمر ده تقليه يعني، بتحطي خل او دقيق هيطلع مقرمش، ويا ريت تسيبيه مثلا ساعه او ساعتين هيطلع مقرمش معاكي. مفيش حاجه حلوه كمان بالمره تعملها لنا النهارده بعد الكشري؟ ما لازم نحلي بقى. هنجيب عصير بقى. عصير كفاية. عصير بيور. انت شايفه؟ في ظل كورونا. عصير بيور. في ظل كورونا. اما يبقى فريش احسن، انك تعمل عصير فريش في البيت احسن، عصير برتقان، عصير بطيخ، عصير تفاح، فريش. عشان ايه؟ الفيتامينات. يا ريت كل حاجاتنا تبقى فريش الفترة دي يعني. وربنا يسترها ان شاء الله. بس انا مش بيعجبني بعض تصرفات الناس. انا عايزه اتكلم على بعض التصرفات الخاطئه اللي مش عاجباني. الناس اللي تعبانه وبتنزل تروح المستشفيات والمستشفيات مش بيستقبلوهم، لازم الناس يبقى عندها وعي. دلوقتي المستشفيات طلعت قرار ان هي عندها حالات كتير جدا صح؟ يبقى احنا نعمل ايه؟ دي شطه على فكره احطها على الصلصه بتاعت يا دودو الكشري. يا دودو عندها حالات كتير جدا، نعمل ايه بقى؟ نهتم في البيت، فما عادش في اماكن يعني. فنبدا نهتم في البيت ونعرف احنا هنعمل ايه ونتعامل مع الحالات ازاي. يبقى عندنا وعي. لازم يبقى عندنا وعي بالظبط، ونحمي نفسنا بنفسنا، لان خلاص كده الدوله خلاص فاضيها بقت في الاخر، ونبقى مستعدين لاي حاجه، وتقبل اي شيء وتعامل مع اي شيء، بس تعامل معاه بوعي وبحذر وبحذر عشان نفسك وعشان اللي حواليك. بلاش استهتار يعني، موضوع الاستهتار ده يعني احنا كده بنضحك الناس علينا والله. والاطفال نحاول نحافظ على الاطفال، فعلا بنضحك الناس علينا. نحاول نحافظ على الاطفال طبعا اكيد. والبنات، البنات الفترة دي ما يزعلوش لأنه عاملين يتكلموا في موضوع الجواز برضه، خدي بالك. إيه الجواز؟ بيقولوا احتمال يأجلوا جوازات سنة.
شفت ازاي؟ هيأجلوا الجوازات سنة. هيبقى طلاق. ليه بقى؟ ليه القرار ده هيطلع؟ ليه؟ لو الله أعلم قرار صح ولا غلط، بس ليه هيطلع بقى؟ لأن البهوات دلوقتي في ظل كورونا رايحين يعملوا أفراح ويجيبوا ناس تجمعات، وإحنا في الأزمة دي، فلازم يلغوا الجواز خالص في الفترة دي. بيقولوا على إيه؟ كان في فرح يا أختي في صبت اللبن. صبت وكل المعازيم قعدوا يبوسوا ببعض ويسلموا على بعض ويباركوا لبعض. بيبوسوا ببعض بالكمامة؟ قعدوا بعض. بالكمامة ولا من غير كمامة؟ كلهم قعدوا بعض. بيبوسوا ببعض بالكمامة ولا من غير كمامة؟ مش فارقة كتير. قفلوا صبت اللبن كلها. قفلوها كلها خالص، والحالات قعدت تزيد تزيد تزيد، قالوا لك تعمل ايه بقى؟ ناخد قرار ونوقف الجواز لمده سنه. والله قرار صح، بس في ناس يا عيني يعني هتتظلم في القرار ده، يعني في ناس مثلا بتروح للمأذون تتجوز هو العريس والعروسه بس من غير اهل ولا حاجه، فدول هيتظلموا اللي عايزين يتجوزوا دول. فهم وقفوا كله عشان نسترتاح. البنات هتتقهر زياده والطلاق هيزيد. نعمل ايه بقى اللي مش هيتجوزوا؟ هنطلع فاصل ونرجع تاني. الفاصل اعزائي المشاهدين، والكشري خلاص استوى في طريقه للسوى، خلاص بنخلصه بنفنشه. احكي لي بقى، انت حكيتي لي في الفاصل يا بنوره حاجات غريبه، مش معقول فانوس يعمل كده؟ بقت روحه بمناخيره، انا ذنبي ايه ان الكمامه كاتمه على مناخيره يا دودو؟ حاطط لي الكمامه طول النهار. يعني هو طلقك عشان قعده البيت؟ بقت روحه بمناخيره خالص، لا بقيت عارفه اتكلم معاه ولا يتكلم معايا. هنغرف الكشري وهتاكلي كشري وهتتبسطي. وبعد ما اكل الكشري هرجع له البيت تاني؟ لا مش ترجعي. مش راجعه البيت تاني. لازم نجيب بقى حكم من اهله وحكم من اهلها ونعمل صلح. لا ده انت تشوفي لي عريس بقى، تشوفي لي عريس واخلعه واخلص منه. عريس ايه بس يا ستي؟ عريس ايه؟ امال ايه يعني؟ كل شويه كل شويه يخنقني عشان خاطر مخنوق وقعد لي في البيت بسبب كورونا. بس انت عارفه فانوس ده؟ هو انا اللي قعدته في البيت. فانوس ده محترم، بس هو اتخنق الفتره دي عشان ازمه كورونا. معلش محترم ايه ده؟ عينه زايغه. عينه زايغه لقيت ايه؟ قول. امبارح قاعد لي بيتفرج لي على حلقه، قال ايه المذيعات عماله تحط استرس واحمر واخضر على الكمامات وفراشات وورد، وانا مالي احط زيهم ليه؟ هو في زي بنت البلد يا دودو؟ يعني هو عايزك تلبسي لبس شيك كده؟ لا، واحده عماله تحط لي قرماز و و و وستريس وخرز، وعماله تلون لي في الكمامات من عند والله. ايه الراجل الهايف ده؟ وانا مالي ومال الحاجات والله دي؟ والله فانوس ده هايف. هايف يقول لي شايف المذيعات؟ شايف الفنانين؟ يا جماعه عادي يا جماعه، خدوا الامور ببساطه يعني. طب ما رجاء انا عايزه ابعت سايبر كده تهنئه لماما رجاء الجداوي. اتفضلي يا حبيبتي. الله يحمدلها على سلامتك. ليه يا حبيبتي؟ اقول لها الحمد لله على سلامتك عشان انا بحبها الست دي. طيب احنا خلصنا الكشري. خلصت الكشري ولا اتطلقت؟ خلصت الكشري ولا اتطلقت يا دود؟ المهم الكشري يخلص، مش مهم انت. لا ما انا اسفه، انا اسفه يا بنوره، والله ما قصدي، والله ما قصدي، مش مهم. والله ما قصدي يا بنوره، والله ما قصدي خالص. فين لك لله يا فانوس؟ فين لك لله يا فانوس اللي فاضعني في كل حته وكسر نفسي؟ معلش يا بنوره، والله انت بصي ان شاء الله ربنا هيكرمك. هيكرمني بعد اذنك. اي واحد اتظلم اكيد ربنا هيكرمه. طب معلش هنطلع فاصل ونرجع تاني. تاني. بعد العوده من الفاصل اعزائي المشاهدين، خلاص طبق الكشري خلص وبالهنا والشفا اهو، يا ريت الكاميرا تجيبه معانا. وانا بقول لبنوره معلش يا بنوره استنى، انا ليا طلب صغير قبل ما تحكي. اتفضلي يا بنوره. انا دلوقتي بقيت واحده مطلقه. طب وايه يعني مطلقه؟ المطلقه دي حاجه وحشه. ايه اصحاب القروب الرحيمه؟ ايه واحده بتدور على عريس؟ هي مكرره. هي بتدور على عريس يا جماعه. لو حد عايز يتجوز بنوره يتواصل مع الارقام الموجوده في الشاشه. مستنياكوا يا حلوين. ماشي يا بنوره، هنعمل خطبه انا دلوقتي. انا هبقى مطبخ ضيق ولا اشتغل خطبه؟ هوريك يا فانوس الايام اللي جايه. يا فانوس انا هعمل ايه؟ ماشي. هلبس كل يوم كمامه بلون الطقم يا دود، وهعمل ايه؟ دلوقتي مطبخ داليا اصبح دليفري، اي اوردرات اي حاجه تواصل على 012-72-36-229، وكمان الاشتراك في مسابقه المواهب، اي مواهب التواصل على 012-72-36-229. شكرا ليكم، الى اللقاء اعزائي المشاهدين، حلقه جديده من برنامج امراه من كوكب اخر. باي باي.